نصيحة مهمة جدا للناس اللي وسط المثالي، لازم يلعبوا رياضة، لأن أكيد في تجاوزات في الأكل، تجاوزات اللي في الأكل دي من النشويات. لما هياكل نشويات هيلعب رياضة، هيساعد هرمون الأنسولين إن هو ما يفرز كتير، وهيخلي العضلة تحرق السكر الزايد عن احتياج الجسم. فلما السكر يتحرق عن زايد عن احتياج الجسم عن طريق العضلات، فبالتالي هيحصل عملية الثبات الوزن، اللي هو يحصل الثبات وما يتخنش، او مثلا يعرضه ان هو يتخن مره ثانيه. ثاني حاجه، الحاجه الثانيه بقى، الناس اللي بتلعب رياضه ومقلله ومقننه نشويات، هنا الجسم هيستغل الدهون المختزنه، نركز، الى مصدر طاقه. يعني ايه الدهون المختزنه دي؟ اللي هو النشويات اللي هي موجوده في صوره جلايكوجين جوه العضلات، هيبدا الجسم هنا يستغلها ويفكها ويحولها الى مصدر طاقه. ما لو هي خلصانه اصلا من البدايه، هيبدا ياخد الدهون المختزنة ويفرزها في الجسم ويستخدمها الجسم كمصدر لإنتاج الطاقة. فلذلك أنا بقول الرياضة مهمة جدا للمثالي، والرياضة مهمة جدا للإيه؟ للي هو عايز ينخفض بالوزن. عشان كده هو لازم يخصص وقت في يومه للرياضة. ليه؟ عشان يساعد نفسه في الثبات الوزن، أو يساعد نفسه في الخسسان. طبعا إحنا كلنا بشر وبنخطأ في أكلنا، وقد يتعدد المناسبات علينا بدون فاصل زمني. انتوا عارفين ان لازم بيكون في فاصل زمني موجود ما بين الحلويات، ما بين اسبوع واسبوع على الاقل، وانت بتخس ده بعد مرور فترة ما من الزمن بدون اي حلويات. لازم الفاصل الزمني ده يكون 7 ايام، في ناس عندها 3 ايام، في ناس عندها 6 ايام. الفاصل الزمني ده فعلا هو اللي بيحدد معدل الحرق بتاعك، بناء عليه بيتحددوا. لذلك يا جماعه انا بقول المتابعه مهمه جدا، المتابعه ومراقبه النزول في الوزن.